طيب شيخ شنو شاهدته؟ يعني شنو اللي ممكن انت تشاهده شيء مخدش او ارسلوا لك اياه؟ شواهد كثيره يعني حقيقه، يعني انا اشوف على مواقع التواصل الاجتماعي اعلانات لبعض البرامج الهابطه ولبعض المسلسلات الهابطه ينبغي اصلا ان لا تكون في غير رمضان، كوننا احنا نعيش في مجتمع مسلم. طيب شنو دعوتكم للمؤسسات يعني الرقابيه مثل هيئه الاعلام والاتصالات حقيقة أن تكثف متابعتها للفضائيات في شهر رمضان المبارك. هي هيئة يعني تعتمد دستور، هذا الدستور يعتمد اعتماد كلي على الشريعة الإسلامية كون أغلب سكان البلد هم من المسلمين، فما يعارض الشريعة اليوم ينبغي أن لا يعرض في القنوات الفضائية. طيب. لأنه في تعدي على حقوق الناس، ثم أن العراقيين يعني عرفوا بشهامتهم وغيرتهم ومروءتهم، حقيقة ما يعرف في بعض الفضائيات هو فساد ماجن هدفه تدجين عقول شبابنا والانحراف بشبابنا حتى يصرفوا نظر الشباب عن أمهات الأمور وكلياتها. صح. اليوم غزة تذبح من الوريد إلى الوريد، هل من المعقول على الفضائيات العربية ولا العراقية أن تخرج في شاشاتها مثل هذه البرامج الهابطة ومثل هذه يعني المسلسلات التي تقود شيئا فشيئا إلى الانحراف عن جادة الصواب؟ شعبنا العراقي أنا شفته من أكثر الشعوب تفاعلا مع قضية غزة. لا بل وأكثر من هذا، عفوا المقاطعة شيخنا الفضيل، يعني أكثر من هذا أنه ما يوجد عمل في الوطن العربي عموما يخص مجزرة غزة، وهذا معيب. هذا معيب بحق العرب والمسلمين، معيب أن الغرب يكون له موقف أقوى من موقف العرب والمسلمين. من سيحترم العرب والمسلمين بحكامهم وبطانتهم إذا كان حال أهل غزة هكذا ونخرج في فضائياتنا ما يخرج اليوم للناس؟